مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنتدى عبر قناة ليبيا الحدث، في حوار دائما هادف ومتزن. نحاول من خلال هذه الحلقة متابعة الأحداث وتداعياتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأيضا نحاول اقتراب أكثر نحو تحليل دقيق لمعطيات هذه الأحداث. يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف الدكتور إبراهيم الشريف، رئيس السابق لقسم الفلسفة جامعة بنغازي. أهلا بك دكتور. وأيضا نستضيف الأستاذ علي بن جابر، رئيس مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام. أهلا بك أستاذ علي. عبر الهاتف ستنضم إلينا الدكتورة سلوى الدغيلي، عميد كلية القانون، أستاذ القانون الدستوري جامعة بنغازي. فأهلا بكم بداية مع هذا التقرير. في آخر الأخبار، أن صنع الله يطلب حرسا محايدا للحقول والموانئ النفطية، والحقيقة أنك قد تقضي يوما كاملا وأنت تفكر في غرابة هذا الطلب، ولن تجد مكانا نأتي به بأناس محايدين في ليبيا، فيما تظاهر عشرات الأوروبيون في بروكسل احتجاجا على العدوان التركي على ليبيا، وذلك بعد عودة وفد القبائل من مصر وبعد لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما قالت البنتاغون أن تركيا تحشد وتستعد لمهاجمة سرت. فلماذا تسعى تركيا لأخذ سرت؟ الإجابة لا يمكن أن تكون إلا من خلال آخر معركة، وفي آخر معركة لن تجد إلا الكذب، الكذب الكبير. فلو أن تركيا حققت انتصارا كاملا لما احتاجت اليوم إلى حشد المرتزقة والتهديد بالهجوم على سرت. في آخر معركة ربحت الوفاق مساحات فارغة من الأرض، ولم تربح حقول النفط وبحار النفط، وهي كل ما يشغل بال تركيا، هي كل ما تريده من ليبيا. وراء هذه الرغبة حالة أردوغان السيئة في تركيا، لابد لأردوغان أن يهاجم سرت ليحصل على نفط، ومن ثم يتمكن من دفع الدم في السوق التركية الكاسدة، فيما تدفع قطر ثمن تحركاته. هذا فيما التقى وفد من شيوخ القبائل الليبية الرئيس السيسي في خطوة يمكن دعوتها بالدبلوماسية الشعبية، والهدف منها تأمين الرد على اتفاق أردوغان والسراج، اتفاق العار الذي باع ليبيا رخيصة للاستعمار التركي على حساب كل تضحيات أبناء الوطن. من جهة أخرى، فإن الجيش الوطني الليبي بقيادة السيد المشير ركن خليفة بالقاسم حفتر يؤكد كل يوم جاهزيته الكاملة للدفاع عن كل شبر في أرض الوطن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أستاذ علي أهلا بك. الأحداث ما زالت يعني متسارعة بنوعا ما، أم ترى أن هناك تباطؤ في الأحداث خصوصا بعد تأخر ما كان متوقع من معركة سرت؟ وطبعا البطء يتناسب مع أي عمل دولي، يعني لما يكون العمل السياسي على مستوى الدول وعلى مستوى العالم يحتاج للبطء، يعني القرارات لا تتخذ سريعا. نعم. ليست كما هي القرارات في الأعمال الداخلية ولا كما هي قرارات الحرب. الحقيقة الوضع يعني منذ أشهر أصبح يعني يهم كثير من الدول، وخاصة بعد التدخل التركي اللي بشكل سافر وواضح يعني وعلني، أصبح العالم كله محط اهتمام ليبيا، وأصبح الموضوع الليبي هو محط اهتمام. نعم. لكل ذات دول الجوار. نعم. سواء الجوار البحر المتوسط مثلا في. نعم. جنوب أوروبا، أو في دول الجوار الملاصق لليبيا. نعم. تونس والجزائر، حتى في الملاصق. الأخبار أعتقد الأسبوع الفائت أسبوع ليبيا يعني. طبعا كل الأخبار يعني. تتناقل. نعم. ليبيا. وأصبح بالنسبة للآخرين يروا أن في خطأ كبير قد يكون في ليبيا، قد لا يمس الليبيين فقط لكن حيمسهم هم أيضا، وبالتالي كلهم الآن مهتمين. أيضا حتى الذين كانوا يتصارعون فيما بينهم على الكعكة الليبية أصبحوا الآن محتاجين أن
أن يلتقوا يعني في تجمعات يعني شوفنا كيف يعني فرنسا وإيطاليا اللي كان يتنافسن في الملف الليبي واللي كان يتنافسن حتى على النفوذ في الصناعات النفطية في ليبيا شركة توتال على شركة إيني الآن يتفقوا ضد الأتراك اليوم فرنسا وإيطاليا مضطرات للاتفاق وبالتالي ضد تركيا وأيضا في ظل عجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ موقف موحد فيجدوا أنفسهم اللي هم مهتمين بالشأن الليبي أكثر مضطرين للعمل السياسي ايضا دول يعني مجاوره لنا مثلا كيف الجزائر كانت تعتبر فرنسا بعيده عن الشان الليبي بشكل مباشر اليوم دخلت تجد في نفسها طبعا تجد في نفسها اذا بكره بتواجد قوات تركيه وقوات تركيه داعمه لتنظيم كتنظيم الاخوان المسلمين وتنظيم ديني والجزائر عانت من هذا الموضوع وبالتالي تشعر ان هذا قد ايضا يؤثر على داخل الجزائر يعني إذا التنظيمات الإرهابية وجدت ملاذ آمن في ليبيا بفضل الدعم التركي فهذا أيضا سيؤثر في داخل الجزائر الجزائر تحولت الآن إلى طرف طبعا لأن أصبحت طرف لأن يعني باعتبار هي نفسها الآن أصبحت مهددة متضرر أو مهددة أنت الحدود الليبية الجزائرية ما هيش حدود بسيطة هي حدود طويلة جدا منطقة الجنوب الجزائري مع الدول النيجر ومالي أيضا هي منطقة توجد فيها تنظيمات متطرفة كثيرة جدا ومعروف أن في صراع مسلح بين هذه التنظيمات وحتى بين الجيش الفرنسي اللي موجود في الدول هذه بشكل رسمي وبالتالي هالتنظيمات هذه إذا وجدت ملاذ لجزء مناظر لها ولا مشابه لها في ليبيا فبيأثر أيضا على حتى في الداخل طيب. الدول هذه ممكن استمعنا لكلمة فرنسا فرنسا مهمة جدا في اللعبة اللي حادثة الآن خصوصا في المطبخ الدولي كيف يشير الأستاذ علي المطبخ الدولي مطبخ يتسم بالهدوء في اتخاذ قراراته وعدم التسرع وربما تطول المدة لكن أيضا في المطبخ الأوروبي يعني أعتقد أن في آخر ما وصل إلينا أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا اليوم يعني طلبوا تحديدا وقف التدخل الأجنبي في ليبيا أول شيء كلمة كبيرة جدا وقف التدخل الأجنبي شن يعني لم يحدوا مثلا بالتحديد وهددوا أيضا بفرض عقوبات على كل متداخلين أو المنتهكين لأي قرارات أوروبية موقف أوروبا صلب ولا مازال ضعيف شوية عام أصبح ولا لا هذه الطريقة الدبلوماسية في الحوار بين الاتحاد الأوروبي كانت مأخوذة في مؤتمر برلين على أساس الاتفاق بعدم تدخل أي قوات داعمة بالسلاح أو بالمرتزقة أو بالجنود للطرفين للطرفين لم تنفذ تركيا هذا الأمر مما دعا إلى فرنسا أن تدخل بما تعرف بعملية إيريني نعم ولكن قبل كانت طبعا معلش صوفيا بالضبط يعني هو السؤال ليش تطورت إلى إيريني هي نفس الشغل والله بالضبط لأن أصبحت صوفيا. أخذت تركيا الضي الأخضر من القوة العظمى اللي هي تمثل ما بين أمريكا وبين مصالحها مع روسيا في التدخل مع ليبيا للضغط على جانب القوات المسلحة بالانسحاب من طرابلس شنو الدليل في العلاقة اللي تحكيها حضرتك دكتور أن أمريكا وراء تركيا شو الدليل أمريكا لعبت التدخل الغير مباشر من أجل تحقيق مصالحها ضد تدخل روسيا الواضح مع القوات المسلحة العربية الليبية ودعمها بالأسلحة ومعاونتها على كف تدخل تركيا في ليبيا وهذه اللعبة السياسية أكبر من تصوراتنا كمجتمع ليبي أو سياسيين ليبيين لماذا؟ لأن هناك في اتفاق ما بين تركيا وروسيا في سوريا وفي العراق ونحن لدينا دلائل اقتصادية بأن روسيا تورد لتركيا ما يقارب عن 40 أو 50% من الغاز إذن هناك مصالح مشتركة على الموارد الليبية وهناك يد خفية تحارب ليبيا بالوكالة والطعم الذي يحارب ليبيا بالوكالة هو تركيا نفسه يعني المسألة الليبية معقدة شوية معقدة بالضبط. من حيث الأطراف من حيث التدخلات بالضبط في تحقيق من حيث الأطماع الآن الجانب الإقليمي
اللي تمثل في إيطاليا واليونان وقبرص الآن تم تقسيم الغاز في البحر المتوسط لقطع السبيل على تركيا بتنقيب الغاز، وأصبحت حدود ليبيا من الغاز في البحر المتوسط معلومة. حتى اتفاق مصري يوناني أعتقد بالضبط ممكن المدة الجاية حيتم الاتفاق عليه بالضبط. من البرلمان ينقص هذا الاتفاق الكامل والشامل ليبيا كطرف، لكن نحن الاتفاق اللي حصل ما بين السراج وما بين تركيا هو سبب الخلل اللي أعطى الفرصة لتركيا للتدخل كشرعنة السراج التدخل السراج نعم. خذت هذا الخيط وبدت في العمل. أستاذ علي بعد إذنك، يعني أوروبا الآن ترى أن أوروبا كما تقول بأن عملية إيرني محايدة، ألمانيا أيضا تقول أنه يجب تطوير عملية إيرني في الأيام الفائتة. هل هذه العملية ناجحة؟ هل الموقف الأوروبي أصبح صلب أكثر من السابق أم لا؟ هو شوف عملية إيرني الأوروبيين نفسهم تحدثوا عنها، يعني الأمريكان شكوا فيها في بعض طبعا الأمريكان شكوا فيها، الفرنسيس أيضا رأوا أن طالما ما فيش حد وضع حد لتركيا فالعملية كأنها لا داعي لها، يعني إذا كان ما فيش إمكانية باعتبار أن الأتراك طبعا أي تماس بينهم وبين أي دولة أوروبية بيكونوا هم اثنين أطراف في الناتو، وبالتالي بيسبب إشكالية للاتحاد الأوروبي باعتبار تركيا عضو في الناتو، وبالتالي لا يمكن التعرض أيضا لسفنها الحربية بسهولة يعني. صحيح. ولما صار صدام بينها وبين فرنسا إلى الآن يعني الاتحاد الأوروبي ما لقش يتخذ عليه قرار ولا قيادة الناتو، وبالتالي في إشكالية. يعني وين الإشكالية؟ الإشكالية أن الاتحاد الأوروبي وجهة نظري الخاصة خاضع أولا للسيطرة الأمريكية، يعني وكأن الناتو أعلى من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الأوروبيين يشعروا أن هم بعض دولهم تشعر أنه غير قادر على اتخاذ مواقف لمصلحة أوروبا إذا لم توافق عليها أمريكا. أمريكا شفنا نحن خلال الفترة الماضية مواقفها ليس الثابتة، يعني إلى الآن لم تحدد بشكل أساسي موقف حاسم مثلا من التدخل التركي، لم تحدد بشكل حاسي، فممكن تتعاون مع جميع الأطراف. هذا اللي ممكن نستند عليه الدكتور في أن اللي وراء تركيا ضوء أخضر من أمريكا. جائز. وإن كان هي تتعامل مع كل الأطراف الآن يعني، لكن لم الأوروبيين في لوحدهم ما يدوش، وممكن هذا اللي خلى ألمانيا تقف مع إيطاليا وفرنسا في الإنذار الأخير، باعتبار ألمانيا تعتبر فرنسا واحدة من المناط بهم قيادة الاتحاد الأوروبي ومن الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن لا يهمها بشكل مباشر الموضوع الليبي، يعني ما يش طرف فيه بشكل كبير. هو اللي صوتها عالي في الاتحاد الأوروبي فرنسا. فرنسا وإيطاليا باعتبار شفتها فرنسا وإيطاليا دول ترى في نفسها قريبة من ليبيا، وترى أن هي مهم جدا أن يؤخذ رأيها. يعني فرنسا وإيطاليا هن اثنين دولات استعمارياتين اثنين. إلى الآن الجنوب الليبي مهم بالنسبة لفرنسا حتى من خلال الدول الصحراء اللي هي متواجدة فيهم بشكل مباشر. إيطاليا أيضا ترى في أن ليبيا شريك اقتصادي كبير بالنسبة لها، خاصة في ظل وجود شركة إيني مثلا في الغرب الليبي، وأيضا خطوط الغاز الليبي اللي تمر عبر إيطاليا لكل أوروبا، وبالتالي ترى أنه في شراكة كبيرة. هذين الأمرين أنا نقول موقع ليبيا الجغرافي مهم جدا في هذه الدول. ممكن الوضع الداخلي الليبي ما يهمش العالم الآخر، يعني لو كان الليبيين يقدروا يتقاتلوا حتى 100 سنة ممكن العالم الآخر ما يهتمش بكم، أنتم تقاتلوا بعضكم وما يهمش، لكن إذا في طرف أجنبي بيتواجد فوق الأرض الليبية هنتنبق الأطراف كلها. يعني ممكن حتى سيد علي توتالو إيني ما تدخل شركة أخرى فينا طبعا، وهذه اللعبة ولا لا طبعا، هي تقاسم نفوذ، وهو شبه يعني شبه متعارف عليه يعني شبه نعم. يعني التقسيم هذه شبه واضحة جدا يعني من سنوات. لكن قلت لك أنا إذا ما فيش طرف أجنبي بيتواجد في ليبيا ممكن تبدأ العملية عادي ما يهتموش، لا في طرف أجنبي هيهتم، الطرف الأجنبي هذا حيفرض وجوده حيفرض سيطرته، وبالتالي ويقلص مصالحه، يوجه حتى المصالح الاقتصادية طبعا. نعم. يعني تو الأتراك لما بيساعدوا حكومة الوفاق الغاية هم شنو الغاية؟ السيطرة على القرار الاقتصادي الليبي. القرار الاقتصادي الليبي معناها أن الشركات حتتغير، أن الشركات التركية هي اللي تأخذ كل شيء، أن كذا. تركيا اليوم تتوسع كما حكى الدكتور حتى في مواضيع النفطية، يعني ما كانش مثلا عندها وجود في ليبيا بشكل كبير فيها، لكن بكرة ممكن حتى في التنقيب، حتى في الدنيا تنافس الشركات
الفرنسية والإيطالية والشركات الأمريكية مثلا اللي تنقب عنها، وبالتالي في إمكانية للتنافس كذا. أيضا دول كيف روسيا وكيف الصين تهمهم هالمصالح هذين ومن متواجدين. وأمريكا أيضا يهمها من يتواجد في ليبيا، إذا كان فيه تواجد روسي معناه بيخوف بالنسبة للأمريكان. إذا كان لكن خلينا في المصالح الاقتصادية الآن دكتور، الإيني غاز وتوتال لو دخلت تركيا على الخط من ناحية الاقتصادية حتواجه أوروبا بالكامل. بالضبط. يعني شو مدى مصداقية هذه المواجهة بالقوة؟ يعني تركيا غيرت مسار المصالح الأوروبية في ليبيا. كيف يعني؟ أخذت المبادرة في عملية الغاز الليبي بالمعاهدة اللي درتها مع السراج، وسيطرت الآن، حاولت أن تسيطر حتى على النفط الليبي وعلى المشاريع القديمة اللي درتها مع القذافي، عندها مشاريع كبيرة جدا. ما في النفط مش في يدها مازال يعني. النفط هذا اللي غير المعادلة في عملية وجود النفط في المنطقة الشرقية أكثر من المنطقة الغربية. فلذلك هم يبوا سرط الآن وجفرة حتى يستفيدوا من النفط الليبي. كل هذه التدخلات، كل هذه الخسائر اللي دمرت الاقتصاد التركي، ما حصلوش النفط، لم تجدي نفعا إلا بالنفط الليبي، وهم الآن لم يحصلوا عليه. لذلك التحشيد الحرب واقع. لماذا واقع الحرب؟ لأن المرتزقة اللي موجودين ليس أتراك بل هم تركمان سوريين، تركمان صحيح. لذلك لم يتدخل أي جندي تركي، ليس رغبة بأن أردوغان لا يريد أن يتدخل، لأن هناك شقاق في الجيش التركي ما بين أردوغان وبين الجيش التركي ومن فترة وجيزة. هذه صارت في الانقلاب اللي صار انقلاب آخر ومسك 118 لواء وعقيد وعميد وزج به في السجون منذ فترة شهر تقريبا. لذلك هو يحرك هذه الحرب عن طريق اللواءات اللي موجودين بمرتزقة سوريين، على أمل أن يعطيهم الجنسية، على أمل أن يستقطعوا أرض من ليبيا ويوجدوا فيها. والمخطط مخطط كبير جاء عن طريق من؟ عن طريق الأخوان المسلمين، شبكة كبيرة ما بين الجزائر وتونس وليبيا ومصر، وزعيمها من زعيمها رجب طيب أردوغان. نعم طيب، خلينا ننتقل لمستوى آخر ومستوى القانوني والتشريعي، وهذا مستوى دائما يؤرقنا في من ناحية يعني من ناحية متابعة الأخبار، وأيضا من ناحية تأكيد أن المسألة مسألة شرعية أم لا. تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة سلوى الدغيري عميد كلية القانون أستاذ القانون الدستوري جامعة بنغازي. أهلا بك دكتورة. مساء الخير. أهلا بك. أهلا وسهلا وأهلا بضيوفك الأعزاء. نعم دكتورة، عندما نقف في متابعة الأحداث نتناول الأحداث من ناحية عسكرية ربما سياسية، ولكن من ناحية القانونية ما زال هناك إشكالية كبيرة جدا في فهم الوضع القانوني للأجسام الليبية، الجسم الليبي المعروف الآن اللي هو البرلمان الآن، ما مدى شرعية هذا البرلمان وما مدى يعني النظرة القانونية الدستورية لهذا البرلمان حتى هذه اللحظة، لأن هناك دائما طعن في أن هذا البرلمان أيضا منتهي المدة. لا لا، الحقيقة أن لما نتحدث على شرعية البرلمان يعني نتكلم على أن البرلمان هو آخر جسم منتخب قبل ما يدخل الليبيين في نزاع مسلح، وننظر للتجارب المقارنة، يعني عندنا تجربة لبنان وعندنا غيرها من التجارب اللي البرلمان فيها امتد إلى حتى 5 سنين و6 سنين و7 سنين وحتى 10 سنوات. فأنت هنا شرعيته هي يعني مستمدة من كونه آخر جسم منتخب الليبيين بغرض ممارسة السيادة وتمثيل الدولة الليبية. فبالتالي حتى بالرغم من انتهاء مدة اللي هي منصوص عليها في الإعلان الدستوري، لأن نحن عارفين الإعلان الدستوري نص على أن المؤتمر الوطني مدة سنة ثم بعد ذلك البرلمان مدة حتى هو أيضا سنة، ولكن بعد ذلك طبعا دخلت البلد في الأزمة الدستورية أولا ثم بعد ذلك النزاع المسلح، وترتب عليه عدم إمكانية إجراء انتخابات لكي يحل جسم آخر محل البرلمان. فبالتالي شرعية البرلمان تعتبر شرعية مستمرة لحين انتخاب برلمان جديد يسلم له هذا البرلمان، هو البرلمان الحالي. وهنا ممكن ننبه الجزئية معينة هي في الغالب ما تثار اللي هي المقارنة بينه وبين الهيئة التأسيسية أو هيئة الستين. يقول لك هو جسم انتهت المدة نتاعه زي هيئة الستين، وبالتالي هن رغم أنهم أجسام منتخبة انتهت مدتهم لكن ما زال الأمر واقع. نقول أن هذا قياس مع الفارق، يعني إحنا لا نملك أن نقيس
البرلمان اللي هو جزء من النخبة الليبيين لممارسة السيادة وتمثيل السيادة والدولة الليبية وممارسة الوظيفة التشريعية مع السلطة الهيئة التأسيسية اللي هي انتخبت لغرض واحد فقط اللي هو وضع مقترح أو مشروع دستور. وبالتالي الهيئة التأسيسية هي بالفعل الآن فاقدة الشرعية لأن هي انتهت بمدتها أولا المنصوص عليها في الإعلان الدستوري ثم تجاوزت مدتها لحين وضع المقترح والآن خلاص انتهت مدتها. لكن دكتورة بعد إذنك في إشكالية ما بين الحديث عن البرلمان والمجلس مجلس الرئاسي الوفاق يعني في من يتحدث عندما يتم الحديث حتى في القنوات الإعلامية كلها عندما يتم الحديث أن هذا المجلس غير شرعي يبدأ الرد من أي طرف آخر حتى من طرف الإذاعات والقنوات اللي تبعناهن بأن أيضا حتى البرلمان منتهي الوقت وفي من قال أنه منتهي حتى الصلاحية فما العلاقة بينهم وما الرد على مثل هذه الإشكالية؟ لا هذا قياس مع الفارق أنا نعتبر فيه لأن المجلس الرئاسي هذا أصلاً ما عنده شرعية داخلية لما نشوفوا نحن المجلس الرئاسي لا يملك أي شرعية ولا تأصيل دستوري أو قانوني لأن حتى الشرط لكي يصبح دستوري بإدراجة باعتماد الاتفاق السياسي وتفريغه في الإعلان الدستوري تعديل الإعلان الدستوري تضمين الاتفاق السياسي لم يحدث فبالتالي المجلس الرئاسي نعتبر فيه سلطة واقعية سلطة أمر واقع ليس أو لا تملك أي مرجعية قانونية أو دستورية هذا قياس مع الفارق بينما نحن عندنا في البرلمان على الرغم من انتهاء مدة إلا أن مع ذلك يملك شرعية أن آخر جزء من تخبى الليبيين وبالتالي ما زال يمثل ليبيا بهذه الصفة ولا تنتهي هذه الشرعية ولهذه الصفة إلا بانتخاب جزء تشريعي جديد بانتخابات جديدة يسلم لهذا البرلمان لكن قياس البرلمان مع المجلس الرئاسي هذا قياس مع الفارق المجلس الرئاسي هو سلطة أمر واقع ليس لها أي أصل تشريعي أو أي تبرير تشريعي أو قانوني أو دستوري ولكن هو حتى هم لو تلاحظ دائما لما يتكلموا عليه يقول لك المجلس الرئاسي المعترف به دوليا هذه أصبحت لازمة دكتورة يعني في كل حديث مع أي قناة دائما يقولون أن هذا المجلس المعترف به دوليا يعني وكأن هذه الشرعية المطلقة يعني فعل. هم يقول لك المعترف به دوليا لكن من ناحية داخلية لا هو لا يملك أي شرعية لأن حتى الشرط لكي يصبح به عنده شرعية داخلية لم يتم الإيفاء به اللي هو تعديل الإعلان الدستوري تفريقة في نصوص الإعلان الدستوري وبالتالي هو شرعيته مستمدة على المجتمع الدولي وهذا سيترتب عليه مشاكل مستقبلية لأن أنتم لا يعني نحن لا نتخيل هذه القرارات اللي يتخذ فيها المجلس الرئاسي غدا بعد أن تستقر الدولة بمؤسساتها سيكون هناك كم هائل من القضايا التي ستكلف حتى الدولة أو خزينة الدولة بمبالغ باهظة لأن مش كل حد حيسكت على أو مش كل شخص تضرر سيسكت عن هذه القرارات اللي اتخذها المجلس الرئاسي عديم الشرعية الداخلية الشرعية الدولية لن تنفى غدا أمام دكتورة هل البرلمان يمكن هل يمكن من ناحية القانونية والدستورية في ظل هذه الأزمة اللي حدثت في ليبيا في ظل كل الأزمات المتوالية أن اتفاق ربما يلغي أو يقلل من شرعية البرلمان نفس ما حدث في الصغيرات يعني. هو الاتفاق يعني المجتمع الدولي عندما أدخل الليبيين في حوار الصخيرات وفي وانتهى هذا الحوار باتفاق الصخيرات المجتمع الدولي كان يرغب يعني كان آخر همومة ربما خلق وئام بين الليبيين أو تجميع الليبيين على طاولة واحدة لكي يعني يتشارك الليبيين في وطنهم المجتمع الدولي كان هدف شيء واحد خلق جسم سياسي يتعامل معه ويحل به المشاكل اللي كان حريص المجتمع الدولي واللي هو يهم المجتمع الدولي كان طرف فيه من المشاكل هذين يحل اللي هو عنده زي مشكلة الهجرة غير الشرعية وبالفعل نحن شفنا كيف كان كوبلر بالذات فترة ممثل الأمم المتحدة كوبلر كيف كان يشتغل على موضوع الهجرة غير الشرعية لدينا أيضا الأموال المجمدة الليبية في الخارج وكيفية التصرف فيها لدينا أيضا كيفية إدارة ملف الإرهاب وليس القضاء على الإرهاب هذين الثلاث القضايا راهو اللي المجتمع الدولي مهتم بهن من أول ما بدأ في حوار الصخيرات وكيف كان حريص على إنشاء جسم سياسي يحل المشاكل هذين ومن هنا جاء المجلس الرئاسي يعني آخر هموم بالمجتمع الدولي كان أن هو يجمع الليبيين على طاولة لكي يتصالح الليبيين ويتقاسم فيما بينهم بلادهم بقدر ما كان يهم إنشاء سلطة يضع فيها من يريد لكي يحل المشاكل اللي هو تواجه فيه واللي هو مهتم بها. طيب سلطة الأمر الواقع دكتورة الآن بدأت تتخذ في قرارات مصيرية وقرارات ربما أدخلت البلد
في حروب ومشاكل، وأدخلت البلد في أزمات اقتصادية وعسكرية وزهقت أرواح بهذه الاتفاقيات. كيف يمكن الرد على هذه الاتفاقيات وهذه الاتفاقات التي قامت بها سلطة الأمر الواقع من الناحية الدستورية دوليا ومحليا؟ بالنسبة للاتفاقيات اللي يوقع فيها الرئيس المجلس الرئاسي وأدخل البلد فيها في هذه المعمعة من النزاع المسلح ومن الحرب، يعني احنا قاربنا حتى نصل إلى الحرب الأهلية، للأسف أن من ناحية الدستورية تم تعطيل دائرة القضاء الدستوري في طرابلس. نحن عارفين المحكمة العليا موجودة في طرابلس، والمحكمة العليا تشتغل عن طريق دوائر، من بين الدوائر هذين يعني في دائرة مدنية ودائرة جنائية ودائرة الشرعية، من بينها أيضا الدائرة الدستورية. طبعا الدائرة الدستورية للأمانة يعني بعد فبراير اشتغلت كويس، ونظرة في عدد من القضايا المصيرية يعني نعتبر فيها زي حماية مثلا النصوص لسيما النصوص أو القواعد العليا اللي هي يتأسس عليها المجتمع. لكن في فترة بعد ما تم يعني إنشاء المجلس الرئاسي، يبدو أن المجلس الرئاسي استشعر خطورة الدائرة الدستورية فأصدروا قرار بتعليق عملها. يعني لنا نحن تقريبا ما يقارب الثلاث سنوات تقريبا، أو حتى تجاوزنا الثلاث سنوات والدائرة الدستورية مغلقة. ربما كانت آخر طعن نظرت فيه الدائرة الدستورية هو كان الطعن اللي قدم في الاتفاقية اللي وقعها السراج الخاصة بالهجرة غير الشرعية، كانت هذه آخر طعن نظرت فيه الدائرة الدستورية. ومن بعدها استشعروا خطورة الدائرة الدستورية، لأن المجتمع الدولي الحقيقة يعني يعترف بقوة الأحكام القضائية وبقيمة الأحكام القضائية. لما تقول لهذا حكم قضائي، المجتمع الدولي ربما أسلمت في أكثر من جسم، كلهم فقدات الشرعية إلى آخره. لكن احنا عارفين أن السلطة القضائية في ليبيا إلى حد الآن يعني احتفظت باستقلاليتها، وما نبيش نقول استقلاليتها بالكامل، ولكن على الأقل بوحدتها. فاستشعروا بخطورة اللي ممكن تلعبها الدائرة الدستورية، وبالتالي تم تعليق عمل الدائرة الدستورية. فلم يعد هناك بالإمكان الطعن في ما يقوم به من السراج من توقيع الاتفاقيات الدولية مع الأطراف الأجنبية بالطعن به أمام القضاء الدستوري. الحل دكتورة، الحل إذا كان هناك تجميد أو تعطيل أو خوف من إجراءات قضائية في مثل هذه الاتفاقيات المشبوهة، ما الحل لدى القانون الليبي؟ أو إذا كان هناك قاعدة قانونية نستطيع أن نلجأ إليها في رفع الحل إلى مستويات أعلى؟ نحن يعني نقدر نلجأ، يعني أنا أذكر زمان في موضوع الحكم اللي متعلق بشرعية البرلمان، نظرت فيه محكمة في البيضاء، فبالإمكان اللجوء إلى القضاء، وإن كان يعني هذين درجات مش يعني هو عادة المواضيع هذين يفترض أن هي ينظر فيها أو ينظر فيها أمام الدائرة الدستورية، ولكن لدينا أيضا الدرجات الدنيا هذه يمكن اللجوء عليه على الأقل للحصول على أحكام مبدئية بعد ما تم تعليق عمل الدائرة الدستورية. طيب بعد التعليق هل ممكن نلجأ دوليا أم هذا غير شرعي؟ معليش الصوت أكره وما نسمعش. نلجأ دوليا إلى منظمات أو إلى محاكم أو إلى أطر قضائية دولية، أم أن شن دكتور أو محكمة العدل الدولية مثلا، أم أن هذا لا يجوز إلا بأخذ كما ذكرتي حضرتك المستويات الدنيا ثم الذهاب إلى أبعد من ذلك؟ بالنسبة للمنظمات الدولية طبعا نحن يعني الأمم المتحدة هي راعية هذا المشهد، وبالتالي المنظمات الموجودة مثلا في جنيف هي منظمات تابعة للأمم المتحدة، أنت لا تستطيع حتى أن تصلها، لأن من يمثل ليبيا في تلك المنظمات يعني لا يقتنع بقضيتك أصلا، يعني هو من الطرف الآخر، فبالتالي من الصعب جدا اللجوء لهذه المنظمات. ولكن يظل هناك المنظمات الدولية غير الحكومية التي من الممكن أن تتبنى مثل هذه القضايا يعني مثل شنو يا دكتورة؟ زي تحاول أن يعني تصعدها يعني تبينها للرأي العام العالمي، لكن يظل صوت ضعيف، يعني يظل صوت ضعيف. المهم هي المنظمات الدولية، ولكن المنظمات الدولية تعتبر كلها الحكومية نقصد بها هي تابعة للأمم المتحدة وتدور في سلكها، وبالتالي من الصعب جدا أن يعني تلتفت. يعني دكتورة سلوى، نحن أمام معركة قانونية. نعم دكتورة. أيوة نسمع فيك، تفضل. أمام معركة قانونية حقيقية يعني. نعم أنت أمام معركة قانونية، ولكن أنت لكي يعني يعني يصعد صوتك للمجتمع الدولي لابد أن يكون المجتمع الدولي
نفسه يعترف بهذه القضية، ولكن نحن لدينا مجتمع دولي ما يعترفش بقضيتنا. شكرا لك. من الصعب جدا انك انت توصل هذا الصوت. نعم. المجتمع الدولي منحاز لخصمك في القضية التي امامنا، يعني نحن عايشين فيها. شكرا لك دكتورة سلوى الدغيلي. استاذ علي، المجتمع الدولي منحاز لطرف اخر وغير مقتنع بقضيتك، ما الحل قانونيا؟ ممكن عسكريا الان ماشي الموضوع، لكن قانونيا في اشكاليه كبيره. سمعت دكتوره في كلامك الاول؟ هو كلام الدكتوره طبعا كقانون ما فيش نقاش، لكن انا بحل يعني المجتمع الدولي كونه يكون منحاز او غير منحاز هذا متوقع دائما. الحقيقه المجتمع الدولي مش منحاز بالمفهوم الكامل، لانه هو المجتمع الدولي مجموعه دول ومصالح يعني والتشابه، مجموعة الدول لكل دول مصالحها. نعم. لكن اتفاق سخيرات أوقع المجتمع الدولي أيضا في ورطة. يعني المجتمع الدولي اليوم في صعوبة له أن يسحب مثلا اعترافه بحكومة الوفاق، حتى لو اقتنع أن هي غير شرعية الآن، هي أمر واقع، لأن في أمر كما سمتها يا دكتورة صوت الأمر واقع، وفي أمر ما هو البديل اللي بيكون جاهز، يعني بالضرورة أن يصل إلى اتفاق جديد المجتمع الدولي يستند عليه في تغيير الأمر الواقع ولا في تغيير الاعتراف. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كل ما تحصل أنت اعتراف من الدول بواقع جديد، كل ما المجتمع الدولي يتغير موقفه. نعم. يعني في إجراءات تتم مع الدول بشكل مباشر، مش بالضرورة هي كيف ما قالت الدكتورة أن نحن بالضرورة نتجه للمنظمات الدولية اللي هي تابعة للأمم المتحدة بشكل مباشر وتأتمر بها. لكن تأثيرك في الدول، يعني نحن إذا الآن شفنا مثلا خلال الفترة الماضية رئيس مجلس النواب وهو يتجول في دول في أوروبا، ما كانش متوقع العمل صحيح. هذا من حوالي سنة ولا من سنتين صحيح. يعني سواء في إيطاليا ولا في سويسرا ولا في روسيا، إذا استمر هذا العمل السياسي على مستوى الدول وكسب الدول في صفك وإقناع الدول بحقيقتك ولا وجهة نظرك، هذا حتكسب به، وبالتالي أنت لما تجي فصل الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا تجي في مجلس الأمن حيكون الدول هذه لها تأثيرها. نعم. أيضا التوجه نحو الدول الكبرى، يعني الأعضاء في مجلس الأمن الخمس الأعضاء الدائمين، لأن هذول هم أصحاب القرار في مجلس الأمن في الواقع، يملكوا حق النقد، هذول مهمين جدا. يعني كيف التوجه معهم؟ كيف تكسب أنت هالأطراف في صفك؟ وبالتالي يعني يقول حتى اللي ذكرناه أن هذه خلينا نقول معركة أخرى، يعني معركة طبعًا حقيقية لها أركانها، لازم ولازم نخوضها ولازم يتم التوجه في التعامل مع كل الدول. بس ضعفاء استاذ علي في هذه المعركة. نحن ما زلنا نحن ضعفاء، مش يعني حقيقة، يعني نحن لازم نسعى فعليا أن كيف هالدول هذه تفتح التمثيلي والدبلوماسي عندنا نحن في بنغازي، تفتح على الأقل القنصليات، حتى مش السفارات لكن على الأقل القنصليات، بدأ الدول اللي كانت عندها قنصليات في بنغازي ينبغي أن تعود لبنغازي، يعني القنصلية اليونانية البولندية القنصلية، يعني في مجموعة قنصليات كانت تعمل هنا إضافة للقنصلية الجديدة. يعني الآن الوضع أصبح مستقر، الدولة الآن يعني موجودة بشكل مستقر في بنغازي، إذا ينبغي أن تعود. السفارات الآن ما قالت تعود لطرابلس وتمارس عملها من تونس، فالقنصليات ينبغي أن تعود. يعني وأنا شفت تصريح لسيد وزير الخارجية اليومين اللي فاتن أنه هو في شبه اتفاقيات مبدئية على عودة القنصلية اليونانية والقنصلية الروسية والقنصلية الإيطالية مثلا للعمل، هذه بعد زيارة عقيلة صالح. نعم، بعد يعني العمل لازم يكون أقوى، نتاج لهذه الزيارات ونتاج لكذا. طيب. ينبغي العالم كله، احنا كيف العالم كيف قلت انت، العالم يعترف بحكومة الوفاق، فالعالم كله يعترف بمجلس النواب اللي رئيس المستشار عقيلة صالح. لكن العالم يبي تحرك، ينبغي ان نستغل نحن اعتراف العالم بمجلس النواب وانه هو الجسم الوحيد المنتخب من الشعب. لدينا استطلاع، بعد الاستطلاع حنعود لك دكتور تابعوا باقي القضايا اللي نتحدث عنها في هذه الحلقة، نتابع هذه الاستطلاع. شو رأيك ماشي صديق كبير لتركيا؟ الصديق الكبير من زمان معروفات توجهاتها بالنسبة لليبيا وخاصة بالنسبة للجهة الشرقية بصفة عامة، فيعني مش جديدة عليه حاجات هذيلة والحركات هذيلة، فهمته. فبالنسبة لي أنا منتقد يعني الشيء هذا، أن مشيت لتركيا هذه أكبر غلط، ورزق الليبيين طبعا تشوف فيه أنت وين ماشي وين عدى وين هدر وين كمل، فهمته. فأنا ضد الشيء هذا، يعني هذا عميل وهذا مصير العملاء وخونة دائما كذا، هم اللي قسموا البلاد. صديق كبير قسم مصرف الجبل المركزي وخلانا نحن في وضع سيء بالنسبة للمنطقة الشرقية من أجل مصلحة خاصة ومن أجل مصلحة تركيا، وفلوسنا حاليا يلعبوا بين الأتراك وزادوا بين ميزانيتهم في الدولة متاعهم،
هذه ليبيا خيرنا تم غيرنا من العملاء والخونة اللي باعوا الوطن وباعوا بلادنا. ولكن بالنسبة للبرقة نحن نقاوموا الأتراك بأي شكل من الأشكال. ولو رجعنا للأدوار السابقة على الأربع الأدوار معروفات يعرفون أدوار جهاد عمار مختار الأولات، ونحن مستعدين لأدوارنا الأولى نرجعوا لأدوارنا ونرجعوا تنظيم أهلنا وناسنا، ومستعدين للحرب طويلة المدى من حتى 100 عام أخرى لقدام. ما ليش صفة وما ليش حق يمشي يتعاقد أو يزور أي جهة لأنه عمل داخلي الصرف مصرف ليبيا فقط وتحت إشراف مجلس النواب، غير ذلك سلطة شرعية هي اللي تخولة أن يعمل في خلالها، أما غير ذلك فهو مخطئ بكل صور. والله غير صحيح، صديقي الكبير يتبع ليبيا أصلا ما يتبعش تركيا هو. ومالاش لزوم أصلا غادي هو، لكن طبعا مشينا يقدسوا الولاء والطاعة لأردوغان، خونا هذا وكلم بالنسبة لنا خونا هذا الذيل من ذيول أردوغان. ليش؟ لأنه مفروض ما يمشيش، عمره ما صارت في أي دولة في العالم أن مدير مصرف ليبيا المركزي يعدي قابل رئيس دولة، عمره ما صارت في العالم. لكن هذا التعليمات من أردوغان عشان ياخذ يقبض مستحقاته أردوغان مصاريفه. والله لا كبير لا صغير صراحة، أما إصابة من 2011 صرتنا فيها فهمت، ويلطف الله وإن شاء الله ربي يقوي جيشنا واللي يقدر عليه إن شاء الله. الكبير هذا حيقعد أصغر الأصغرين عرفت إن شاء الله بإذن الله بفضل جيشنا البطل قيادة الحكيمة إن شاء الله. باي شنو رأيك في عاد فتح وضخ النفط وشنو الشروط في رأيك أنت؟ والله بالنسبة للشروط النفط هذا النفط الليبيين كلهم، وكان تقسم على الليبيين كلهم جميع الأقاليم. نحن ما لش نيته في تقسيم ولا شيء، لكن النفط هذا يخص الليبيين كلهم. وشروط النفط طبعا معروفة طبعا عرفتوا، يعني شركات أجنبية جان يمسك البلاد بصدق، يعني كان تبي الحق النفط هذا راهو حاجة يعني ضخ البلاد، هذا رأس مالنا لو فرطنا فيه حينتهى كل شيء عرفتوا. يعني حتى الأجانب واللي كذا ما طمعين إلا في النفط متاعنا. تركيا شن جابة لغاية أنا ما جابة إلا بترولنا وجابة النفط نعرف. فيعني إن شاء الله يعني شروط النفط يقدر تحت يعني القيادة العسكرية بصراحة. يعني فتحة النفط بتكون عادلة لسبد توزع حصة الليبيين على ثلاثة أقاليم، برقة فزان طرابلس كل واحد يأخذ حصته. إذا في خيارات أخرى إذا كان ما تمش توزيع النفط على العادل، عندنا 100 خيار وخيار زايد حنأخذوه وحيعرفوا قيمة النفط بعدين بالنسبة للمنطقة الغربية. الشروط اللي وضعها مجلس النواب هي الشروط الصحيحة، أن توزع الثروة منتوج النفط على الشعب الليبي بأكمله دون الصرف على فئات خاصة أو ميليشيات أو غير ذلك. والله شو نقول لك؟ نقول لك إذا كان العائدات النفط يردن على الشعب الليبي أهلا وسهلا، ما عندناش مانع، الشعب الليبي كله يبيها. لكن إذا كان يمشي للطريق أخرى شكل المرتزقة شكل أردوغان شكل هذه، لا والله ما أنا موافقين عليها ولا نبوها. والله فتحنا على أساس أننا قلنا تقعد حصة الليبيين الحدود البرقة الثلاثة طرابلس وفزان تكون عادلة، لكن خاف منها نفتحوها من هنا ويأخذوها الميليشيات من هنا. دابين صديق كبير قاعد في تركيا، ما أنا أكيد بكل تأكيد دير لعبتهم هم. والحقول النفطية والله إذا كان وافقوا على الشروط أن ثروة ليبيا يأخذوها كل الليبيين ما فيش بأس من فتح. ولكن إذا كان تمت نفس القصة أن يأخذوا إيرادات النفط ويبقى في طرابلس المنطقة الشرقية تقعد بلا سيولة زي توه، كلام غلط. في جميع الأحوال الليبيين مش مستفيدين منها النفط عرف، لكن قفلة أو فتحة من عدم هذا يعود للقيادات الحكيمة اليوم الناس الكبار والحكماء واللي أصلا فرضوا أنهم يقفلوه. بصراحة هو قفلة خفف حتى المشاكل شوية، مع أنك طرت المرتزقة قبل كانوا يسرقوا في الخزائن، تو جابوا مرتزقة بيش يفتحوا الخزائن فهمت، اللي هو فتح النفط. دكتور إبراهيم، بعد الاستطلاع يبدو أننا ما زلنا في مسألة الاقتصادية اللي هي سبب المشاكل
اللي حكينا ممكن القانونية اللي حكت عنها الدكتورة سلوى والمشاكل السياسية اللي تحدثنا عنها في بداية الحلقة. هذه المشكلة ومدى فهم المواطن لتداعياتها، ترى أن هذه المشكلة مؤثرة في فهم المواطن للمسألة أم لا؟ هي حجم المشكلة كبير جدا سياسيا على المواطن، لأن فرض عملية السراج كأمر واقع على الدولة الليبية وقيادة الدولة الليبية بتضامن مع الأخوان ومسك زمام الأمور في ليبيا أدى إلى شلل الدولة بصفة مستمرة وتدخل تركي مباشر كاستعمار داخل ليبيا والهيمنة على مقدرات الشعب الليبي عن طريق التدخل التركي في ليبيا. لذلك نحن ينقصنا السياسة الدبلوماسية، كيف يتحرك البرلمان مثلا على سبيل المثال السيد عيدة صالح بوجود نخبة سياسية تتجه إلى السياسات الخارجية واقتصادية بالضبط ونخبة اقتصادية، يعني لأن مثلا ما حكون الناس عن صديق الكبير بالضبط. وعن كذا هم يحكوا عن تأثير اقتصادي في القضية يعني. نعم. بالضبط وتشكيل نخب سياسية كبيرة لمناقشة الوضع الليبي على الساحة الدولية وعلى الساحة الإقليمية وعلى الساحة المحلية، كالاتحاد الأفريقي، جمع الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الدول الكبرى كروسيا وأمريكا. يجب علينا أن نجعل مخاوف كبير جدا لإعادة النظر في الدبلوماسية السياسية الليبية الذي معدومة في المنطقة الشرقية، لا نراها إلا تحرك عن طريق السيد عقيلة صالح فقط. طيب ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود المفتي الناشط السياسي، أهلا بك أستاذ محمود. خالد ومرحبا بضيوفك الكرام. كيف الحال أستاذ محمود؟ هل ترى أن المخاض كبير وعسير في هذه المرحلة؟ أكيد هو مخاض كبير وعسير، وكيف ما أنا تبعت يعني ضيوفك الكرام، هو طبعا الأمر لابد أن ينظر له عرفت يعني من عدة زوايا. طبعا الأخت دكتور سلوى، نعم، الشق القانوني والإخوة يعني أنا في وجهة نظري نقول أن فيه حرب إقليمي. على سبيل المثال اليوم يعني فيه مشروع أمريكي ضد يعني أردوغان بخصوص الصواريخ ومنظومة الصواريخ اللي اشتراها يعني، وفيه عقوبات يحضروا لها. كذلك فيه اليوم ألمانيا وفرنسا كيف ما أنت ذكرت حضرتك، نعم، بريطانيا، نعم، يحضروا في يعني عقوبات على أنا نقول أردوغان. كذلك أردوغان اليوم قال كلام يعني مهم جدا، يقول أن الدول المنزعجة من تنامي قوة تركيا وزيادة ثقتها بنفسها بدأت حملة دعاية سوداء لتشويهها. يعني التصريح هذا هو اعتراف أنه هو يشعر بالضغط، يعني يشعر بكل يعني أن العالم أصبح يتنبه للملف الليبي. وكذلك هنالك في قضايا أخرى أهمها طبعا قضية آيا صوفيا وتحويلها، نعم، إلى مسجد. يعني أنا أتكلم هنا فيه جانب ديني مسيحي له مخزون كبير في أوروبا وفي الولايات المتحدة. لكن أستاذ محمود، رغم كل ما قلت أستاذ محمود، لو سمحت أستاذ محمود إذا سمعتني، رغم كل ما قلت، تركيا الآن تتوسع في أرمينيا وأذربيجان من خلال دخولها في المشكلة. يعني المشروع السراج الأردوغاني، نعم، ما نسمعش فيك يا يعني أنت تحدثت عن أن تركيا توسعت وأن أردوغان يعني يقول بأن العالم يمارس ضغوطات نتيجة توسعات تركيا في المجال العربي، لكن تجاوزت هذا المجال إلى أرمينيا هذه الأيام. عموما أنا أستاذ خالد هي بمثابة الشرطي، إذا كانت بتدخل في نعم حنعود لك أستاذ محمود، فقط لأن في إشكالية في عدم السماع بشكل واضح لحضرتك ولتحليلاتك. هذه التحليلات أستاذ علي أين تراها الآن؟ تركيا من حقها أو مش من حقها أن تتوسع؟ من حقها أن تدخل لليبيا؟ شوف أنت وأردوغان يقول في كلام حيصدقوه الآخرين، يعني اسمعني،
التدخل في الدول الأخرى مهما كانت هو غير موضوع غير شرعي. لكن هو أول الذريعة، الذريعة الطلب يعني. الذريعة الطلب. الطلب لما يكون من دولة مستقرة وفيه سلطة مستقرة ومتفق عليها يبدأ الكلام فيه نوع من المنطق. لكن لما تكون أنت في دولة أصلا فيها أطراف والسلطة فيها غير مستقرة والطرف اللي يطلب منك هو لا يسيطر على الأرض، يعني في الأساس الحكومة شرعيتها من سلطتها، يعني إذا حكومة ما عندهاش سلطة على الشعب وعلى الأرض بتاعها إذن يعني واقعيا الحكومة الوفاق اللي يستند عنها طلبت منها أولا حكومة يعني بتاعت نقول كيف بتاعت تسير أمور، يعني ما هيش حكومة منتخبة عندها الصلاحيات مثلا. الشيء الثاني إن هي حكومة تنفيذية، مفروض أي اتفاقية تخضع لمصادقة السلطة التشريعية. نعم النواب. نعم. يعني هذا كل الكلام ينفي قانونية التدخل. يعني أنت حتى لو طلبت منك حكومة تحتاج للمصادقة، هو نفسه أردوغان لم يستطع أن إلا بعد صادق مجلس النواب التركي على اتفاقية. نعم. إذن كان هو بالعجرة إذا كان يتبع القانون أن يسترد على أن لازم مجلس النواب الليبي يصدق على الاتفاقية بحيث تكون تدخل حيز التنفيذ. لكن مثلا توسعاتها في غير ليبيا، مثلا في أرمينيا الآن طبعا هو شوي في السودان في اليمن طبعا في تركيا واحدة من الدول اللي بتحاول تستفيد من الصراعات اللي حاصلة في العالم اليوم من نقاط الفراغ، وسواء يتناسب مع قوتها ولا لا هذا موضوع آخر. يعني حجمها أو لا دولية شفنا احنا قطر التي لا تسوي شيئا في الحجم. نعم. وكيف أن هي أصبحت تتدخل في شؤون كثير من الدول بقدرة المال مثلا فقط. وشفنا أن تركيا أيضا فيها تحالف مع قطر بشكل أساسي في أغلب النقاط هذه، سواء في الصومال ولا في أرمينيا ولا في ليبيا، في تحالف ما بين قطر وتركيا في التدخل في هذه الدول. إذن كل دولة بتحاول أن تستفيد من الوضع الصدي المولود نعم الآن وضع الهش اللي صاير. إضافة أن تركيا يعني يحكمها تنظيم ايديولوجي، يعني يحكمها تنظيم الاخوان المسلمين، وتنظيم الاخوان المسلمين هو تنظيم بالاساس دولي. نعم. يعني نعم. ما هوش تنظيم محلي. نعم. وبالتالي هو يرى دائما ان عنده حلم لبناء دولة الاخوان على مستوى على الاقل على مستوى العالم الاسلامي. نعم. وبالتالي يرى فيها حلم ينبغي ان يعود. ووجدوا في الربيع العربي وبتحالف امريكي داعم للأخوان المسلمين في المنطقة، خاصة في منطقتنا احنا منطقة شمال أفريقيا بالكامل، في أن ممكن يجربوه وممكن يوصل للسلطة وبلكي تحل المشاكل. وصل في مصر يعني. وصل في السلطة في مصر ووصل الآن في ليبيا. يعني في أغلب الدول هذين راحت على الأقل عنده يد هو كين. نعم. نعم. الآن هو يحكم في تركيا وبالتالي بيحاول يستغل الضبع الهش هذا كيف أيضا يقوي أذرع الموجودة سواء في تركيا ولا في ليبيا ولا في الجزائر ولا في مصر ولا في كل الدول القريبة. نعود للأستاذ محمود بس بعد رجوع الاتصال بي. أستاذ محمود بإمكانك إكمال فكرتك لو سمحت. نعم تسمع فيه أستاذ خالد؟ نسمع فيك واضح الآن. كويس جميل. أنا حقيقة مش عارف وين وصلت معاكم. أنا في احنا تحدثنا عن تركيا وإذا كان هذا التوسع أصبح حتى الأستاذ علي أجاب على بعض النقاط في أن هذا التوسع ربما لأن طبيعة من يحكم تركيا يعني هذا التوسع يعتبر توسع شرعي لهم، يعني سواء في ليبيا المناطق الهشة المناطق الرخوة في العالم صراعات تدخلات، فما تأثير ذلك على المنطقة؟ ما يهمنا نحن في ليبيا وهي منطقة حوض المتوسط. يعني هو أستاذ خالد عرفنا كيف بعجالة إذا كان نحن نبغى ندخله الآن في نظرية المؤامرة وأن أردوغان سوف يسيطر على مصر ويسيطر على تونس ويسيطر، هذا أنا لست من أنصار هذه نظرية المؤامرة. أنا في عندي بس نقطة مهمة حاب وهي مهمة جدا. الآن احنا خلينا نشوف المشهد الآن في سرت. الآن مشهد في سرت زي ما يقولوا بالإنجليزي ستيلميت، يعني أن هي حالة سلم، لكن هذه حالة السلم وعدم الصدام في نفسها خطير جدا جدا، ونقول لك ليش. طبعا احنا معش عندنا في غياب معلومات ماذا يحدث عرفني كيف من حراك في الغرب الليبي وقاعدة الوطية والمناطق اللي هي تحت سيطرة السراج. الآن أكيد في تعزيزات عسكرية وفيه أمور لوجستية تحدث، فإطالة حالة السلم هذه في ذاتها خطيرة. كويس.
يعني الآن بالإعلام وبكل ما نروه ونطمئنوا في أنفسنا ونقولوا هذو ما دخلوا معنا وفي حرب كذا ونسبوا في أردوغان 24 ساعة وهو يمشيك ممكن 4-5-6 شهور إلى آخره. هذا سيناريو. فطبعا هذه قصة طبعا خطيرة. هم يعملوا على عدة يعني نقول مراحل، ولكن خلينا نشوفوا كيف نحن نسحب البساط من يعني خبث الأردوغان أو خبث المؤامرة التي حلت بنا. نحن لازم نبحث على مربط الفرس. مربط الفرس هو اتفاق الصخيرات. اتفاق الصخيرات محصن بالأمم المتحدة، محصن دوليا. نحن معناها الآن نذهب للأمم المتحدة من أصدرت قرار وقالت والله نحن هضوما راهم اللي تتعاملوا معهم غيركم غيرهم هم راهم ما عندناش حد نحن معترفين به. كويس. الآن نحن في عندنا حجة في من نحن يعني من نحن نملكها. من نحن الحجة هذه قانونيا زي يعني الحقوقيين في ليبيا مفروض يرفعوا السقف. لابد برضو من البرلمان. ألو نسمع فيك أستاذ محمود. يعني أنت الآن بديت تجاوب، أنا سألتك من نحن، فأنت قلت أن مثلا الحقوقيين، نبدأ بالحقوقيين. أنا نتكلم على مش هي تكتل واسع سواء من حق. ألو نسمع فيك أستاذ محمود. نعم تسمع فيا أستاذ خالد. أسمعك بوضوح. كويس. أنا مش من الحقوقيين، أنا أتكلم على تكتل كبير، مجموعة ائتلاف من حقوقيين ليبيين، من حقوقيين إقليميين، من حقوقيين عرب. كل هؤلاء يخصهم هذا التهديد الخطير، التهديد التركي لليبيا، لأن ليبيا تقع على البحر المتوسط وهنالك تصريحات يعني تركيا تطالب بإعادة الإرث العثماني إلى آخره. أنا من بيش يعني نتطرق لهذا الموضوع، لكن أنا اللي بنتكلم عليه إن ما دام المجتمع الدولي معترف ب يعني مخرجات الصخيرات واعترافه بحكومة السراج، نحن لازم نسحب البساط من 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 هذا القرار الأممي. فبذلك أنا تكلمت وقلت أن الحقوقيين دول بعينها تحدد من يعني يكون في هذا الحراك أو في هذا التوجه بتحرك نحو الضغط على الأمم المتحدة ويعني نثير جدل واسع كبير ونحرك به الرأي العام أن هذه الحكومة ليس لديها أي مرجعية شرعية. لكن أستاذ محمود اسمح لي أن يعني أن أنتقدك في هذه المسألة. الآليات كيف؟ يعني هناك فراغ في الفهم، أنت تقول الحقوقيين وغيرهم، الآليات ومن يتكفل بالموضوع وكيف يساق هذا الموضوع والآليات الموضحة لكيفية التأثير الدولي في هذه النقطة. والله كيف ما جت الصخيرات وكيف حدث وكيف زي ما نحن نقوله بالليبي زرق السيد هذا السراج، علينا نحن البرلمان إنه هو يكثف جهوده ويستقطب يعني شخصيات وطنية وشخصيات إقليمية من يهمها الأمر ويبحثوا عن مخرج أو يبحثوا عن آلية أو عن طريقة. أنا مش نقول لك الكلام هذا في بيان أو يصدر عن يعني شيء إعلامي شجب والله تنديد، لا لا، أنا أتكلم على آلية من آليات عمل. هذه طبعا من اختصاص الحقوقيين، من اختصاص رجال القانون، بإمكانهم هم يبحثوا الآن. أنت أمامك، لكن أنا أتكلم لما أنت يعني خلاص
جمعت كل العوامل اللي هي انك انت بتحرك بها نحو خلاص ترفع السقف. نعم. انا طالب جامعة الدول العربية تطلب. عندنا الان فرنسا، فرنسا بامكاننا نحن نقنع فرنسا، تعالي يا فرنسا انت معانا، ولكن في نفس الوقت يعني ما نبيش نحط الموضوع يعني ببساطة بهذه الطريقة. لكن نعم. انا نقول لك حاجة مهمة جدا ونعودها، ان حالة السلم في سرت إذا كان استمرت 3-4-5 شهور هذه ليست من صالحنا. في الغرب الليبي نحن ما ندركوش. لماذا سميتها، لماذا سميتها حالة سلم أستاذ محمود؟ نعم، ليش قلت حالة سلم؟ يعني بمعنى آخر ما في الصدام ما بين الجيش الوطني الليبي والمرتزقة وحكومة السراج. طيب أنت قلت رفع السقف في المطالب وفي التحرك، يعني لو تعطينا إلى أي مدى ممكن نرفع السقف؟ والله شوف نحن أصحاب قضية، نرفع السقف بمعنى آخر أن نحن ليس عن طريق الإعلام فقط، لكن أنا نبي نتكلم على ترفع السقف إلى يعني زي ما ذكرت لك ان مربط الفرس موجود عند الامم المتحده بقرار يعني مش 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 رفع السقف في المطالب فقط، يعني في المطالب شنو حيكون سقف المرفوع؟ هو من يوجه له هذا، انا ممكن اسميه تخاذل او اتهام. استاذ محمود. نعم ما سمعتكش استاذ. يبدو أن في مشكلة في الاتصال. عموما أستاذ علي نعود لهذه المسألة المهمة جدا وهي مسألة الفهم، أن المعركة أعتقد من خلال حديثنا وحديثك وحديث أستاذ محمود والدكتورة سلوى والدكتور إبراهيم أن المعركة شاملة، ما عجلت في الناحية العسكرية فقط. كيف يمكن أن نقيم المعركة من جديد ونبدأ في أركان حقيقية لما هو قادم، خصوصا نحن نتحدث في هذه حلقة عن معطيات الحرب غرب سرت، يعني كل الحديث عن سرت. لا شوف أنا أستاذ خالد مش عارف الكلام واجد، يعني أعتبر فيه نوع من يعني إحنا السقف بتاعنا معروف، مطالبنا معروفة واضحة وقيلت أكثر من مرة وفيه شبه إجماع عليها. يعني أنت ليبيا دولة واحدة موحدة غير قابلة للتقسيم، الدولة عودة الدولة الليبية بسيادتها الكاملة الدنيا، سيطرة القوات المسلحة والجيش واحتكار السلاح وحمل السلاح على هذين المؤسستين فقط دون أي مؤسسة أخرى، إنهاء أي وجود ميليشاوي أو عصابي أو دنيا، وحدة مؤسسات الدولة الليبية وإقامة الدولة الواحدة والحكومة الواحدة ووحدة يعني هذه مطالب الليبيين. هذا السقف، وهذا السقف العالي، هذا هذا أقصى هذا شيء، هذا السقف العالي. الآن كل العمل ينبغي أن باتجاه تحقيق هذا الهدف. لا ما هو هو استاذ محمود قال ان نرفع السقف ايضا مش حتى من المطالب، حتى في من نطالب او من نخاطب. اسمع شيء، نحن المساله مساله ليبيه ليبيه، التدخلات الاخرى كلها لعرقله وصول الليبيين الى اتفاق. انا كل التدخلات هي معرقله، يعني القوات المسلحه حتى بالقوه كان بامكانها انجاز المهمه لولا التدخل الخارج. الليبيين كان بإمكانهم إنجاز المهمة بالتفاوض دنيا لولا التدخل الخارجي. الآن التدخل الخارجي هو كيف الحد منه. حتى لما الرئيس السيسي لما تحدث مثلا في براني وحكا وقال سرت والجفرة خط أحمر، خط أحمر، وأوضحها في لقاء مشايخ القبائل، المقصود بها أن نحن في خط أحمر لسفك دماء الليبيين للقتال، لانك انت اذا خشيت السد والجفره معناه بتعاود الحرب جديد، معناه في قتال، معناه في موت ليبيين من الطرفين. وهذا هو الخط الاحمر، الخط الاحمر هو سقوط دماء ليبيه، سفك الدماء الليبيه، هذا خط احمر ينبغي ان نحن الان نقوله سفك الدماء. كل من يحاول يزيد الفتيل ويورد المرتزقه الى ليبيا ويورد الاسلحه الى ليبيا هو يحاول اشعال الفتيل من جديد. نعم توافق دكتور الكلام. يا استاذ خالد رفع السقف عن طريق الأمم المتحدة، الأمم المتحدة مهيمن عليها دول كبرى مسيطرة على القرار داخل الأمم المتحدة، وتعطيل ومنذ نشأة الأمم المتحدة لم تحل أي قضية دولية كانت، وهذه الأطماع يجب أن توضع على الطاولة، يجب أن نبين أخطاء
القانونية والإقليمية اللي أوقعتنا من الصداج بفرضه زي ما قالت الأستاذة سلوى أو الدكتورة سلوى أمر واقع. نعم أمر واقع، جاء الصداج كأمر واقع مفروض على الشعب الليبي بعكس البرلمان الذي تم انتخابه عن طريق الشعب الليبي. إذن كيف ننحي لو بنكرر نفس الكلام حنقعد كأننا نبرمه في نفس كيف ننحي الصداج كعقبة في عملية الشرعية الموجودة في ليبيا والتدخل وهو سبب وجود الأتراك في ليبيا الآن. صعبة ولا سهلة؟ لا، يجب علينا أن نكثف جهودنا دبلوماسيا سياسيا. نحن ما عندناش أي توجه سياسي، نحارب بعقيلة صالح فقط، الرجل بمفرده يدور على الدول الأوروبية. أين التكتلات السياسية؟ أين النخب السياسية اللي موجودة؟ تجمعات غير التجمعات. نعم. نحن ذهبنا إلى عقيلة صالح في 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 رمضان اللي فات بنخبة سياسيين قدموا إليه كيف تطرح المبادرة، وذهب إلى مصر وتمت الموافقة. لماذا لا يأتي بهذه النخب لتخاطب العالم وتخاطب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي؟ كيف نوقف هذه الأطماع؟ تعالوا تبوا مشاريع واعتمادات داخل الدولة الليبية بالسلم، مش بقتل الشعب الليبي. صحيح. لا يقتل الشعب الليبي على الغاز والنفط يا قوم. يجب علينا أن نتقي الله في هذه الشعوب. إذا كان أطماع الدول الكبرى في قتل الشعوب من أجل سهب ثرواتها الطبيعية، إذن القوي سيكون أصبحت قاعدة غابة، أصبحت غابة وليست دول قانونية. وفي يقول لك هذه طبيعة العالم، تعاد النظر في من يقول لك أن هذه طبيعة العالم، يعني طبيعة المصالح وطبيعة العالم، يعني يجب أن تعاد النظر، شيء جديد يعني تعاد النظر في أطماع هذه الدول. في نعم. طيب، يعود لنا أستاذ محمود. أستاذ محمود، مسألتك ومسألة اللي طرحتها حضرتك ربما يراها البعض الآن في الاستوديو صعب التنفيذ لأن الموضوع كبير جدا. يعني أستاذ محمود، مازال في عندنا مشكلة في الاتصالات. نعم، سنعود للاتصال به. طيب، ذكرنا قصة المبادرات من بينها إعلان القاهرة. الآن صارت هناك تحركات دبلوماسية شعبية من ناس، نفس الناس اللي أقفلوا النفط هم الآن الناس اللي تبحث عن حل ربما سياسي، وتبحث عن ما يقوله البعض ربما ارتهان لآخر، كيف ما يقولوا مثلا الطرف الآخر. تراه ارتهان أستاذ علي، ارتهان لمصر؟ يعني أنا أقول لك، يعني أنا علشان أقول لك أن الحل واضح جدا، أو خضوع، يعني في اللي يقول لك خضوع لمصر يعني. نعم، الحل لا مش خضوع، الحل واضح جدا. مبادرة العقيلة صالح اللي تم إعلانها في إعلان القاهرة كانت واضحة جدا، يعني هي الحل اللي بين شنو؟ اللي بين يبوا دولة واحدة. شنو الدولة الواحدة؟ تبي حل الحالتين. إذن اقتراح أنه ضروري يكون في مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، بسيطة يعني، وحكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي. نعم، أيضا من رئيس ونائبين، وتختار حكومة ولا تكون حتى حكومة تكنوقراط لتسير المرحلة المؤقتة لحين بناء الدولة بالانتخابات. مفهوم. يعني هذا حل واضح جدا. من بيعرقله؟ بيعرقله المستفيدين من سلطة الأمر الواقع، اللي المستفيدين من السلطة الحالية اليوم. طيب، مش من صلاحها. نفس المستفيدين هاجموا ذهاب الشيوخ طبعاً لمصر. طبعا شيوخ لمصر. أنا سألت سؤال محدد، في من يراها ارتهان، ربما يراها أيضا فتح لغزو آخر، غزو مصري لليبيا. هذا إكلام يعني أنا بالنسبة لي أنا مضحك. ليش مضحك؟ مضحك يعني. ليش؟ أول شيء، لا يمكن عقد مقارنة بما يحصل مثلا في استعانة الوفاق بالأتراك وإحضارهم إلى ليبيا والحديث عن الاستعانة بمصر. يعني نحن ومصر والمنطقة العربية يجمعنا شيء واحد، كنا يوما ما من أحلامنا أن تتحقق أي وحدة عربية، ولا زال بالنسبة لي أنا وكثيرين مثلي يعتقدون أن حلم الوحدة لازال قائم. أي تحرك، يعني أنت حتى بس لما بتستنصر قريبك، لما تبي حد يجيلك جارك، مش بتعدي للبعيد. أنا ولد عمي على الغريب يعني. نعم، يعني حتى الاستجارة، يعني أنت لكن يعني اللي في اللي يقول لك أن الآخر أيضا مسلم زيك زي يعني. اسمعني، الإسلام يجمع بين كل الأمم، القوميات. نعم، وبين نعم كل الأمم. يعني الإسلام دين موجود في كل العالم، يعني حتى الفرنسيس فيهم مسلمين، والأمريكان فيهم مسلمين، وممكن للمسلمين اللي في أمريكا أكثر من عدد المسلمين اللي في كثير من الدول. لويس فاركا وحركة يعني كبيرة، وأعداد كبيرة، يعني في رقم كبير. صحيح. الشيء الآخر، يعني أنا حتى مثلا مره الاستهبال بتاع وكأن تركيا هذه أردوغان هي وريث الدولة العثمانية. هو الدولة العثمانية من لغاه؟
تركي، لغتها الجمهورية التركية، لغتها ترك لما قام الجمهورية على انقاذ السلطة السلطان التركي، لغة العربية، ما يسمي الخلافة، لغة استخدام الحرف العربي في الكتابة وبقى يكتب بالحرف اللاتيني، لغة حتى الاعتماد على الشريعة وعمل دولة علمانية بالكامل وسمح بكل ما يعني كل شيء داروا الأتراك، يعني هم الأتراك هم اللي غوا الدولة العثمانية، هم اللي حلوها، هم اللي ما يبوش الإسلام، غيروا التركية، هم اللي ما يبوش الإسلام. نعم السلطة على الأقل في نظام السلطة يعني سلطة. نعم. يعني أتاترك بنى تركيا على هالأساس الجديد، وهو باني تركيا الحديثة. يعني اللي عنده هو حتى صورة قاعدة عنه قطعته من هو باني تركيا الحديثة، بناها على أساس علماني غير إسلامي. الفرق مع مصر وين باهي. وين الفرق يعني؟ مصر أول شيء ما أنت تقول لي بجيب لي مستعمر وأنت تبي لي مستعمر. أول شيء مصر لم نحضرها كمستعمر ولا كغازي ليبي، وفقط إذا استعنا بها فاستعنا بها في رد عدوان. في فرق أنك لما تستعين بقريبك والله بجارك لرد عدوان جاي عليك، مش في الحال العادية، مش في صراع داخلي. يعني إحنا الحرب مثلا مع الوفاق ومع الجمعيات العربية ما هيش اليوم والله من أمس، يعني ما تمش استدعاء مصر، ما تمش استدعاء مصر. ليش؟ إلا بعد، ومش حتى مع ورود الأتراك البسيطين، إلا بعد ما شافوا أن الحرب مع تركيا راح حرب حقيقية. يعني الأتراك نازلين بثقلم بعد يعني إعلان رسمي من الدولة التركية بوجودها، مش تحت تحت، مش استعانة بشوية خبراء والله بشوية لا جيش كذا وقصة يعني. نعم يعني الخبراء موجودين في كل جيوش العالم، يعني احنا في ليبيا هنا تسليحنا من يومنا روسي، وبالتالي يعني على مدى التاريخ دائما عندنا مجموعة من الخبراء الروس موجودين بشخصين الأسلحة وبشيء آخر موجودين حتى زمان. شنو دكتور؟ في شيء آخر، أن مع مصر في مصاهرة، في 18 مليون ليبي واخذ جنسية مصرية يعيش في مصر، ما بين مطروح عند اسكندرية. التركي قال عندي مليون ليبي يعني مليون ليبي تركي يعني ليست حقيقة واقعية، ليست حقيقة يعني مش حقيقة فعلا، ليست حقيقة. أول شيء ما هو بيستند زي ما أنت استندت، هي ليست في علاقات حتى ليست تاريخ، ليست حقيقة وبيستند يعني. يعني حتى العائلات اللي نحن يقولوا اللي هو هو سمحني أردوغان قال حتى في خطاب أعتقد أمس والله مش عارف يعني قريب، قال بأن علاقتنا مع ليبيا مش 50 سنة والله كان مئات السنين، فهو يستند ايضا على علاقه قديمه مع مصر على ألاف السنين. ما هي العلاقه في مصر يعني السنين. يعني يا استاذ لما تقول انا عندي علاقه باهي تمام ندرس مش شنو هي العلاقه سنة شنو هي العلاقه شنو هي هل كانت العلاقه يعني علاقه الند للند أو الود علاقة ود أو علاقة شنو يعني ممكن الليبيين صحيح في يوم ما بتاريخهم استنجدوا بالدولة العثمانية البتراك لإنقاذهم من فرسان القديس وحنا ومن عدو خارجي كان الدفع إسلامي بعد استنجدوا بهم شو صار هل وفروا لهم نوع من الحرية هل خلوا الليبيين يحكموا أنفسهم كل العائلات اللي حكمت ليبيا هي عائلات مش ليبية طيب نسمع بس رأي الدكتور تركيا في ليبيا تسبب خطر كبير جدا على الأمن القومي المصري أمن مصر من أمن ليبيا ولو استفحلت الجماعات الإخوانية والإرهابية حتتجه إلى مصر مصر خايفة على نفسها زي ما هي خايفة عليك عندها فار مع مصر فار سواء أنت شئت أم أبيت هي حتتدخل للدفاع عنك والدفاع عن أمن القوم هذا تدخل شرعي بينما تركيا جاية من عبر البحار فهذا تدخل شرعي في صهر في نسب في عادات وتقاليد إسلام لغة واحدة ديانة واحدة أمة واحدة جوار بيناتنا صار بيناتنا ودم والمعركة قديما واحدة ولا لا بالضبط. زي ما صار في العبور زي ما صار في 67 زي ما صار في على مدى التاريخ على مدى يعني التاريخ. أنت بس لو في حتى خطاب لجمال عبد الناصر يشكر فيه جيش الليبي لوقوفه بعد ممكن قريب بعد خسارة معركة يعني نعم في 67 في فرقة عسكرية قائمة من الجيش الليبي بدون حتى تعليمات بمخالفة حتى تعليمات دخلت إلى مصر لمساندة الجيش المصري صحيح أن المعركة لم تستمر يعني أيام طويلة بحيث تبان النتائج تاعها انتهت مباشرة لكن كانت في هو فيديو يشكر فيه جمال عبد الناصر الشعب الليبي والجيش الليبي والجيش الليبي على مقام به بعد ما قال أعتقد 5000 بندقة بس لو شفت الأحداث نحن يعني ما حتى ما بعد 69 ولا في 70 كان في إعلان لوحدة بين ليبيا ومصر في 71 كان في اتحاد بين ليبيا ومصر والسودان في بعض اتحاد الجمهوريات العربية بين ليبيا ومصر وسوريا يعني العمل بين ليبيا ومصر مو سهل في فترة الجهاد أيضا ضد الإيطالي الليبيين ما لقوا السنة بتاعهم هو في مصر اللي لا خرجوا من ليبيا وين بيلجوا في مصر انتهتش المقاومه الا بعد نعم لا حتى لما ثاني دار السياج الحديدي حكى عليها الدنيا دار اللي منع لانه عارف انه في امداد من مصر يعني انت في كل الاحوال لا يمكن
وهذا معروف يعني في العالم كله مش في حالة الليبية بس، يعني في العالم كله الدول تعتبر في الدول المساندة لها يعني ظهير لها، خاصة لما يجمع بينكم أنت بشنو أواصل القربة. 73 كان المشير خليفة بن قاسم حفتر، كان أحد اللواءات الموجودة في العبور، الكتيبة في العبور واخذ نوط الواجب ونجمة العبور وفي مصرية تدربوا في قاعدة معيتيكا، تدربوا على الطيران ولا لا، تدربوا على الطيران وطيران ليبي يعني كاين، وتدربوا المصرية. أعتقد أن حتى الدكتور خالد عكاشة اللي هو خالد عكاشة المصري حدثني مرة بشكل شخصي، قال لي أنا كنت مع والدي في معيتيكا، كنا ندربوا على يدرب والدي على نوع الطيران اللي مش مبارك. نعم بنفسه أيضا جاء في قاعدة جمال عبد الناصر في طبرق وتدرب فيها. هل هذا تعتقد انه هو رد منطقي على كل من يقول تركيا ومصر؟ هذا كلام قلت لك انا ما يستحق، انا بالنسبه لنا ما يستحقش الرد، لان العلاقات لا انت ما يستحقش رد، لكن في ناس لازم العلاقات الليبيه المصريه واضحه جدا، حتى اللي يحكي واضحه جدا، لا يمكن مقارنتها باي علاقات اخرى. يعني الارتباط الليبي المصري سواء في الامان سواء في الكذا سواء يعني احنا حتى فتره القطيعه بين ليبيا ومصر ما كانش منقطع الاتصالات، يعني حتى فترة القطيعة اللي بسبب كام ديفيد زمان ومقاطعة مصر، ومع ذلك الاتصالات الدبلوماسية كانت متواصلة بين ليبيا ومصر، وحركة الناس كانت متواصلة، حتى لما سكرت الحدود كانوا الليبيين يمشوا على طريق لبنان للقاهرة. ترى يعني الطلب يعني طلب الشيوخ القبائل منطقي؟ طبعا منطقي. انت اسمع شيء، اذا جاتك قوة غازية وانت في وضع يعني نقولوا علينا احنا ما نكش بالقوة الكاملة اللي تقدر تواجه القوة الغازية الكبيرة، لمن تلتجئ؟ لمن هتلتجي لأقرب الناس لك؟ من أقرب الناس لك في وضعيتنا نحن ليبيا هي مصر. كيف ما لجأ أيضا العرب في 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 في, في دخول التتار على الأمة العربية أوردنا شيء طبيعي زمان لجأوا لمصر. بعدين استاذ خالد مصر ما تساعدش فيني عسكريا فقط، دبلوماسيا حتى في الأمم المتحدة هي اللي تتكلم وتدافع عن ليبيا وعن الجيش الليبي وعن شرعية الجيش الليبي. شنو مصلحة مصر؟ هو هذا سؤال أيضا يجب الإجابة عليه دائما. فرض الأمن القومي المصري والخوف على مصر من الدواعش ومن الخطر التركي اللي يبي ينشر الاخوان المسلمين وينشر الدوله الاسلاميه ويسيطر على العالم العربي من جديد واعاد الدوله العثمانيه وامجاد الدوله العثمانيه من جديد. هذا الهدف الاساسي. طيب استاذ نفس السؤال ربما في ختام الحلقه اقل من دقيقه عشان نردوا على كل هذه الاسئله، ان يقول لك اذا كنتوا تقولوا لا تركيا عندها مصالح اقتصاديه، شنو مصلحه مصر ايضا؟ يقول حتى مصر عندها مصالح التدخل يعني. طبعا هو بكيد، لكن مصلحة مصر الأساسية الأعلى يعني المصلحة الأعلى في ليبيا. نعم. خوفهم على مصر على نفسهم أيضا. طبعا يعني إذا الأخوان المسلمين سيطروا على ليبيا احنا قاعدين على حدودك، والأخوان يعني عندهم جداداتهم عندهم خلاياهم اللي موجودة في مصر، يعني مصر إلى الآن لم ترتاح من الأعمال الإرهابية. وسيناء وسيناء دليل يعني. وسيناء قاعدة قدامنا مثال، ودنيا ما بالك إذا أنت شوف الحدود الليبية المصرية ما هيش سهلة. يعني أنت بس تكلفة التأمين هذه تكلفة عالية جدا لما تكون ما هيش حدود صديقة لك، إذا أنت تبي تأمنها وبالتالي عبو كبير حتى اقتصادية ودنيا. غير أن بالنسبة لليبيا ومصر يعني اقتصاديا المفروض أن نحن أكثر سوق تبادل قريبة منا هي مصر. يعني نحن اليوم لو شفت السوق الليبي حتلقاه ملأ بالبضايع التركية، صح ولا؟ إذا أنت الآن المستفيدة منك تركيا أكثر من مصر. أيضا مصر عندها قدرات اللي تقدر تستفيد منها أنت في ليبيا، يعني شركات العمالة وكذا، وأقرب شيء لك يعني أنت أين أقرب لك العامل اللي جايك من مصر اللي هو ابن عمك وقريبك ولغتك تيا واحدة والتفاهم واحدة، ولا العامل اللي بتجيبه من خارج من بعد البحار ومن جنسيات أخرى من بنغلاديش ولا من تركيا ولا من يعني أنا أقول الحديث عن ما يجمع ليبيا ومصر يعني هذه مسائل صعب جدا بالنسبة لنا حتى تبريرها، يعني لأن هي ما تحتاجش التبرير، مبررة منطقية يعني هي منطقية. أنت هذه الدولة المجاورة لك وهذه الدولة الجار وهي الجار الكبير. نعم. يعني بالنسبة مش الليبيين بس أو لكل العرب. نعم. يعني مصر ساعدت الجزائر في حربها ضد الفرنسيس بالتالي طريق، ساعدت اليمن وحاربت في اليمن مصر، ساعدت كل الدول العربية حتى الكويت والإمارات المدرسين كانوا مصريين. استاذ علي هذه حالة تبادلية يعني أيضا طبيعي. ساعدت مصر طبعاً. وساعدت الجزائر طبعاً. لما تحصل ظروفك أنت بتساعد ساعد يعني نحن لما كنا متخلفين من اللي قرنا المدرسين مصر. حتى نحن في الإعلام نفسه يعني نعم. المسرحيين اللي جونا واللي درونا عمر الحريري وكذا هذا طبيعي. شكرا لك عموما استاذ علي، شكرا لك دكتور، شكرا للأستاذ محمود
المفتي، وشكرا للدكتورة سلوى على تدخلها معنا. إلى اللقاء.